مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من سيره الحبايب. كل سنه وحضراتكم بالف خير. مساء الفل يا جهان. مساء النور يا عمرو عليك وعلى كل مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في سيره الحبايب ورمضان كريم. ما كانش نجاحه بالصدفه ولا بضربه حظ زي ما بيقولوا، اللي يعرف تجربته الحياتيه والفنيه هيتاكد ان نجاحه جه بعد رحله تعب وشقه طويله جدا. رحله تعب وشقه، سواء هو بيدور على لقمه العيش اللي تخليه يكمل في الحياه، او رحلته هو بيدور على نصيبه في الفن. ما كانش سهل انه يلاقي لنفسه مكانه وسط كوكبه كبيره من نجوم الكوميديا وقتها، لكن القدر كان بيكافئه على صبره وعلى ايمانه بموهبته وقدراته اللي هو بس وقتها كان مصدقها. وبعد ادوار بسيطه واحد ورا التاني يطلع رمزي في راجل ست ستات، يعلن عن ميلاد جديد لواحد من نجوم الكوميديا اللي علمه مع كل المصريين بشكل جديد ومختلف. فايحين نسرج راجل فاسد كبير قوي، عم زنوري هيقول انه هيركب عربيه كوري، خايف ادول انا قطر العمر يعدي بيا ويجرش. العالم بتاعك كله دمار ورعب وخوف ودم، مفيش موكوس ولا منحوس ولا حتى عزوز كده حاف. من هنا ورايح انا حضرة القبطان العظيم. الفنان الجميل سامح حسين ومدامته وسام، كل سنة وانتم طيبين ومنورين سيرة الحبايب. ربنا يخليك، منورة بيكم عمرو وجيهان، واحنا مبسوطين جدا ان احنا معاكم وكل سنة وانتم طيبين. وانتم طيبين يا رب. وانتم طيبين، احنا مبسوطين بيكم اكتر. والليلة عندنا مفاجآت كتير وفقرات كتير، منها اول فقرة مع الفنانة التشكيلية سارة اللي هترسم لنا بورتريه. مش بس هترسم النهارده، هتغني شكلها كده. النهارده هترسم وهتغني. دي المفاجأة ليها هي. ايوه. ليها هي. مساء الخير يا سارة. مساء الفل عليك. مساء الفل يا عمرو. اهلا وسهلا. مساء النور يا سارة. النهارده عايزين بورتريه مختلف خاص جدا. طبعا. قهوتك ايه؟ عشان هي هترسم لنا بالقهوة. هترسم لنا قهوة مظبوطة. مظبوطة. عايزين وسام. قهوتي هو اللي بيعمل لي القهوه. فضايح من اولها. دي بدايه قويه. بدايه قويه ومبشره الناس كلها يكملوا معانا الحلقه. دلوقتي هيبتدي الحسد والحقد بقى من اول الحلقه. بجد؟ طب الحمد لله. بورتري مظبوط المره دي. مظبوط مظبوط. النهارده مش سامح اللي عامل لنا القهوه ولا الاكل، يعني شيف جلال هو اللي هيعمل لنا حاجات حلوه كتير. مساء الفل شيف جلال. مساء الفل عليك يا دكتور عمرو، ومساء الفل على استاذه جيهان، وبرحب طبعا بضيفك الجميل استاذ سامح حسين. انت من المفاجاه الاكل 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 يعني خلاك مرتبك. بتطبخ ايه بالظبط؟ المفاجاه يا دكتور، النهارده طبخين طاجن سجق، وعندنا كبده وريش ضاني، ومعانا كمان طاجن لحمه بالبصل. بسم الله. لا انت ما توصل النهارده سامح طبعا فناننا الجميل. هنشوف بقى علشان وسام طباخه ماهره. هنشوف. ده انت النهارده في امتحان صعب. طيب سامح، يعني سامح بالفطره كده كان كوميديان وهو صغير، ولا الزمن اللي رماه على الكوميديا؟ لا خالص. يعني انا طول حياتي وما زلت، يعني انا جد جدا في الشغل، جد جدا في علاقاتي مع الاخرين. الكوميديا يعني بحس ان هي لا مش اكل عيش، بحس يعني ان هي نكدي يعني بدل شارلي شابلن كان والله. اكتر حد حزين في حياته. يعني اسماعيل ياسين كان كده. هي مش بالضروره خالص، مش قاعده ان الكوميديان يبقى بيهزر كتير خالص، ده بالعكس. لان الكوميديا فيها فلسفه اكتر، يعني حتى النكته المصريه لما بتيجي تتقال بتبقى ليها فلسفه اكتر. فهي جت علشان الفيزيكال وعلشان الصوت كان رفيع وبتاع، وايام الجامعه انا داخل بعمل بقى مسرحيه تراجيدي وبقول جمله باللغه العربيه فالناس ضحكوا، فانا اكتئبت بقى، قلت ايه ده انا كده ممثل وحش. فصرت كوميديان يعني. طيب
احنا هنكمل في رحله سامح الفنيه، بس عايزين نعرف حاجه عن حياته الشخصيه. معانا وسام النهارده ولازم نستغلها عشان نعرف تفاصيل كتير. وانا شخصيا عايز اعرف قصه الحب واللي اثمرت على فاميلي الحمد لله طيبه وحلوه. والله هي الموضوع كان صدفه برضو زي الكوميديا كده. جت صدفه اتقابلنا، يعني هو بس حد بعيد، يعني مش عارفه اجيبها ازاي، بس حد قريب يعني اتقابلنا عنده. كان هو جاي من امريكا، ف اتقابلنا عنده في البيت، كنا هو صاحب سامح، فكان بيرحب بيه يعني. هو جوز اختها. هو فانا رايح اصدقاء عيله يعني. اصدقاء عيله، فهو كان جاي من السفر، ف اصحابه واهله كانوا جايين يسلموا عليه يعني. فمن هنا كان اول مقابله، كانت صدفه يعني. طب وتاني مقابله؟ تاني مقابله بقى لا دي كانت بالسعي بقى يعني. تاني مقابله دي كانت بالسعي. دي كانت بالسعي يعني. انا اللي قلت له احنا يعني انا معجب جدا باخت المدام عندك وبتاع، ونفسي ابقى عديلك. فهو بقى اللي يعني اتقابلنا بقى مقابله فيها صداقه يعني، هو ومراته وانا وسام، ورحت جبتهم انا من البيت عندهم وقابلت والدها وبتاع علشان نتكلم. كان حب من اول نظره. من اول نظره. طب وانت رايح ما كنتش عارف ان في حد؟ مش لابس نظاره. قلت لي لا لا، كنت لابس النظاره. بسم الله ما شاء الله، زي الامر جميله. وسام اعتقد سيناريست. يعني تقريبا كده. على قد يعني بالواسطه يعني وكده. لا لا، بص انا والله يعني الفيلم بتاع عيش حياتك جه بعد سنين، لو كان واسطه كان جه على طول يعني. ده الفكره من 2012. فلا، خدت منا يعني وقت وشغل كتير قوي قبل ما نحس ان، على فكره هي خطوه مخيفه ان يتقال انه واسطه يعني. دي كانت اكتر حاجه مخوفاني وقت الفيلم، ان يتقال الفيلم مش حلو فهو واسطه. لكن الحمد لله ردود الافعال عن الفيلم هي اللي اثبتت انها مش واسطه. الحمد لله. طب الحمد لله. بس يعني اللي انا فهمته كده انه يعني مجال الفن مش بعيد عنك يعني. هو انا درست دراما في الكليه، وانا بحب الكتابه من زمان يعني. اول حاجات كنت بدات اكتبها من وانا صغيره في المدرسه، لكن طبعا عيش حياتك كانت اول حاجه في المجال يعني. على ذكر الدراسه، درست قانون جنائي. ايه علاقتك قانون جنائي بالكوميديا؟ قانون وعامل دبلومه في القانون الجنائي. بس ايام كليه الحقوق كنا فريق المسرح. يعني في كليه حقوق جامعه عين شمس، ده الجيل بتاعي بيسموه الجيل الذهبي. كنا مين كان معاك ساعتها دلوقتي يعني كمل في المجال؟ معظمهم محامين دلوقتي او اداريين في مسرح الدوله، وزاره الثقافه. بعديها دخلت بقى كليه اداب قسم مسرح شعبه التمثيل واخراج. بس خلصت الحقوق؟ خلصت الحقوق. طبعا، عشان كده انت يعني ما بتخافش لما تروح تتكلم في عقود وتعاقدات وحاجات. اكتر واحد بيضحك عليه يا راجل. يا انت كنت طالب حقوق فاشل. ايوه. لا، وقلت الممارسه كده هتنسيه حاجات كتير. طبعا اكيد نسي حاجات كتير. شوف بتدافع عنك ازاي وسام. احنا عايزين نعرف بقى موضوع ان هو اللي بيعمل قهوه ده، هنا يعني عديناها كده، ما ينفعش. لا، انت فاكر ان انا عديتها؟ انا مش عديتها خالص. اول مره بعمل قهوه ليه؟ انا ما اعرفش ايه سرها، بس انا فاهمه مع بعض يعني، مش بعرف اظبطها ابدا. ما اعرفش ليه، رغم انها يعني علمها لي كتير وسهله. لا، بس انت علمها لي كتير يعني. انا متاكد انك بتعمليها يعني، بتعملي القهوه كويس قوي، بس كل القهوه تيجي من ايد الحبيب. موضوع مختلف. القهوه من ايد الحبيب ده يعني دلع. ممكن حضرتك قادر؟ لا، انا ما جربتش حد يعمل لي قهوه والله يعني. اعمل لك انا. لا هو سامح شاطر جدا في القهوه. وسام ما كانتش، عايز جنس لطيف يعمل لي قهوه. وسام ما كانتش بتشرب ولا شايات ولا قهاوي يعني. القهوه دي لحد كام شهر يعني، لحد قريب. والله كل حاجه هيلثي وكده يعني. كل حاجه هيلثي يعني. يوم لما يبقى يعني بخاطر قوي، ما بشرب شاي اخضر من غير سكر. قمه المخاطره، ما اعرفش انام يوميها يعني، ما يجيليش نوم. لا، ما هو عشان الشاي الاخضر فيه كافيين. بيفوق جدا، بيفوق جدا. فدلوقتي وانا ماشي مثلا عندي شغل ولا حاجه، بقوم سامح. نعم يا حبيبي. لقم لي بس القهوه قبل ما تمشي. بس هي التلقيمه دي يعني. بتشرب كام فنجان قهوه في اليوم؟ كتير. ايه ده؟ انا واحد. انا ولا وسام؟ لا، وسام. لا، انا واحد. فنجان واحد بس. واحد بس.
بحاول اخليه زي يشرب واحد بس. بس مش بعرف. طب فتره الخطوبه استمرت قد ايه؟ اقل من سنه تقريبا او سنه 10 تقريباً. شهور تقريبا يعني 10 شهور. بس ايه اللي شفتيه في سامح خلاكي يعني توافقي وتبقي مبسوطه وعايزه ان يعني الموضوع يتم ويبقوا بصي الحاجه المختلفه فيه مبسوطه ومزقططه شايفه بيضيف لك مش بس مبسوطه يعني لا في حاجات ثانيه كتير وطايره من السعاده لا هو سامح شخصيته يعني اي حد يتعامل معاه هيبقى هيعرف ليه يعني هو حد عارف قوي ايه اللي عليه وعادي يعني اللي ليه عادي يفوته يعني مش مهم ياخد كل اللي هو حقه لكن ما ينفعش بسامح حقه كتير جدا لكن ما ينفعش يبقى مقصر في حاجه يا بخت من بات مظلوم ولا بات تقريبا ده القاعده اكتر ميزه كده فلا هو شخصيته يعني حضرتك عارف يا دكتور اكيد بلاش يا دكتور بلاش طب وسام ايه الحاجه المميزه فيها غير طبعا لما شفتها بسم الله ما شاء الله زي القمر في الصفات ايه الحاجه اللي هي اميز حاجه في البنت بالنسبه لي تبقى ذكيه فوسام ذكيه جدا الحمد لله فدي اميز حاجه فيها ولما اتجوزنا بقى لا يعني كلها يعني انا حاسس ان انا هي نعمة من ربنا عليا يعني ربنا يخليكم طب وسام يعني هل الصفات اللي شفتيها في سامح هي الصفات اللي كنت بتحلمي بيها في فارس أحلامك؟ أنا ما كانش عندي فارس أحلام كنت قوي بتاع فارس الأحلام ده لا أنا واقعية شخصية واقعية جدا ما هو يعني فارس الأحلام ده بين قوسين يعني لا 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 يعني يعني عمري مش فاكرة أبدا في حياتي إن أنا قلت قبل إن يعني أنا فارس أحلامي مواصفاته كذا لا أنا دايما بفكر إن دي حياة اكبر من اللي انا اوريدي عشتها يعني لو الواحد ليه عمر هتبقى اطول فالاختيار انك يعني مش على الخيال مش على المزايا بالعكس البني ادم اللي تحس ان انت عرفت حتى عيوبه انت متقبلها انا واقعيه قوي يعني ما بديش للخيال فرصه كبيره انه يسيطر عليا هو ده الحب على فكره ان انا ابقى بحبك وعارف ان عندك عيوب فانا متقبلها لانك يعني بتاخد الانسان كباكج كده باكج لكن لو بس الواحد ركز قوي في الصفات فيما يخص بقى فارس الاحلام هيركز في المزايا بس لا انا كان اللي يهمني اكتر ان انا ابقى عارفه البني ادم ده انت عقلانيه جدا بسم الله ما شاء الله يعني تقريبا لا لا دي حاجه كويسه قوي لانه بعض البنات يعني بيشطحوا كده بيبقوا بنيين مثلا قصور من الخيال سقف عالي قوي عن الواقع انا البنات قرايبي الصغيرين دلوقتي لما يبقوا يعني محتارين او نوافق ما نوافقش ده شريك مناسب اقول له لا ركزي في العيوب هتتقبليها ولا لا لو العيوب بتعصبك قوي هيحصل مشاكل لكن لو العيوب ما بتعصبكيش ومتقبلاها وقادره يعني تتعايشي معاها وتشوفيها برحمه كده احنا بني ادمين ودي نواقص يعني عادي ده يبقى حد مناسب وده كويس انه يعني يعني الفرسان بتوع الاحلام اللي بيبينوا عيوبهم في فتره الخطوبه لا سامح كان واضح يعني لا ما كانش بيتجمل خالص اسكت انت يا سامح يعني انا ما اتفاجئتش ما تاثرش على الاستاذ لا ما تغششهاش ما تغششهاش يا سامح لا لا اقول لحضرتك كل واحد يبص في ورقته انا كان في على الموبايل يعني كنا بنبقى يعني كنت بكتب عيوب وابعتها له اما اكتشف فيه عيب جديد كنت اقول له كذا كذا يعني انت اتاري الموبايل بتاعه هنج كتر العيوب طب ايه العيوب؟ ايه العيوب؟ او ايه اللي تقدري تقوله لنا؟ لا هقول لك العيوب عادي لا لا عادي هقول لك هو سامح يعني هو دايما العيب بيبقى لانه مختلف عنك يعني ممكن يبقى عيب بالنسبه لي يبقى لناس ثانيه عادي لانهم متشابهين فيها انا الوقت بالنسبه لي عادي يعني اخد كل حاجه براحتي يعني انا مظبطه الطرحه دي في ساعه الا ربع وفي الاخر مش مظبوطه هو لا احنا لو خارجين نتمشى لا ما هو كل البنات يعني هو لا رجاله بيصحوا الصبح ياخدوا الدش ويطلعوا من البيت خلاص الموضوع خلص لا في طرحه ولا في مثلا شعر ولا في لبس ولا في الموضوع سهل مستعجلني دايما فده حاجه من الحاجات اللي اكتشفتها في الاول ان احنا لا تقديرنا للوقت مختلف هو مستعجل على طول مش عارفه حتى لو مش ورانا حاجه بميعاد حتى لو خروج عاديه لازم يبقى لكن انا لا انا بحب اعمل كل حاجه براحتي عايزه
اشد على يدي. لا ده بصي ده المشكله اللي موجوده ما بين كل الرجاله وكل الستات. ده شيء عادي، ده شيء مش عيب يعني. كل الستات زي زيكم يعني، في ستات منضبطه في الوقت والبتاع بالساعه والدقيقه. ولا كل الرجال على فكره، ولا كل الرجال منضبطين. فبتلاقي رجاله مرحرحين في الوقت بتاعهم. صحيح. يعني مش سامح دلوقتي قال كذا جه كذا الساعه دلوقتي. دي اكتر حاجه انا بتعامل معاها كل يوم. ان هو وفضلت بعد الجواز يعني، فضلت ما كنتش فاهم من الاول يعني. دي انت بتحكي لنا على العيوب، ده عيب؟ ما هو ما انا بقول لحضرتك يا دكتور العيوب دايما ده مش ده عيب بصراحه، ده عيب عندنا. ايوه بالظبط، ما فيش حد فاهم بصراحه يا جماعه. يعني مش عايزه اقول ان انا يعني بضيع وقت. هو العيب لما يبقى زياده شويه على الاسبوع. فانا عندي دي زياده شويه عن النزوم يعني، انا دقيق قوي يعني. انا بكره النوم يعني، ما بحبش النوم يعني. اكيد انا بحب ليه اضيع ساعات في عمري في النوم في النوم يعني. بالظبط، ليه اضيع ساعات في عمري في اي حاجه ما مش بسطاني يعني. لو انا مش مبسوط بمكان ما مش هاجي، حتى لو المكان ده انا هخسر فيه كل حاجه مش رايح. بس هو ده مختلف عني، فكان عيب في الاول، بس انا بعد كده اتاثرت بيه وبقيت بعمل زيه يعني. هو بدا يعني زي ما جرجرني القهوه كده. أيوة هو أيوة. بيجرجرني شويه شويه. بجرجرني ده مش هتنامي. هو بيحاول والله في الموضوع ده، بس النوم سلطان. سامح. طب وسام ايه اكتر عيب اكتشفته ايام الخطوبه وفعلا استمر يعني؟ اكيد في عيب غير يعني. ان انا بضيع وقت كتير. ما فيش. لا شايفه بس ما عنديش وقت ان انا اقول يعني. عنديش وقت اركز في عيوبي يعني. خالص خالص ما فيش حاجه مختلفه ما بينكم غير الموضوع ده مثلا؟ هو انا بحبها قوي فانا مش شايف فيها عيوب بصراحه يعني. كسفني هو. كل الرجاله بيقولوا كده في اول، كل الرجاله بيقولوا كده، كل الرجاله بيقولوا كده في فتره الخطوبه. ايوه بس احنا دلوقتي كام سنه؟ جواز. ما احنا لسه مخطوبين. هو انتوا لسه ايه ده؟ هو انتوا اتجوزتوا؟ اصل يعني من خلال الكلام يعني المتبادل ده والحاجات الحلوه افتكرتكم لسه مخطوبين. الحمد لله رب العالمين. كام سنه جواز دلوقتي؟ الحمد لله 10 ولا 9؟ ايه ده؟ 8 بسم الله ما شاء الله. احنا من 2010 من 2010 9 سنين. 9 يعني. طب سامح ايه يعني وانت صغير اكيد كان مش يعني كان عندك مثلا حد في الممثلات مش عارفه سعاد حسني؟ انا عارفه مين. فاتن حمامه. ايه ده هتجوز استاذه نجلاء فتحي. يا سلام. مش شبهي خالص. او انا مش عارفه ليه فتحي ليه هي كيوت وهي برضو كانت كيوت يعني نفس لون البشره مثلا. لا هي كيوت وانت كيوت ده حقيقي. فنجلاء فتحي. وسام واقعيه يا دكتور ماليش في الحاجات يعني. لا رشدي اباظه ولا عمر الشريف. انا رشدي اباظه وعمر الشريف. انا عشان عمر خورشيد مثلا. لا انا هقول لك الله بتذكر وسام حديثه العهد بالافلام اصلا العربي والله العظيم. طب انت لما شفتيه ما كنتيش تعرفي انه ممثل؟ لا كنت عارفاه طبعا. كنت عارفاه؟ كنت عارفاه. شفتي له ايه طيب قبل ما راجل وست ستات؟ راجل وست ستات كان هو عمل ساعتها عبوده ماركه مسجله واتعرض، بس انا ما كنتش شفته. بس شفت التلفزيون. كان بيعمل وقتها اللص والكتاب، كان بيصور اللص والكتاب. تمام تمام. بس يعني وكونك انك تتجوزي واحد فنان عادي كانت بالنسبه لك ما خفتيش يعني؟ اصل الفنانين دول لهم حياتهم ليهم حياتهم غريبه. بس سامح مش شبه الحياه دي يعني. اي ثينك اشتغلنا مع بعض طبعا. طبعا. فهو لا مش شبه الحياه بتاعت يعني اللي متعارف يعني اللي السهر والحاجات دي لا لا لا. مش كله طبعا بس يعني هو الناس حذروني. قالوا لك ايه بقى؟ استني بقى هي هتقر بكل حاجه. بس الناس اللي حذروني ما يعرفوهوش. قالوا لك ايه بقى؟ قالوا لي الوسط ليه من الوسط وحياتهم غير حياتنا. بس انا اللي بتعامل معاه فانا مش شايفه خالص ده. مش شايفه انه من الوسط، من خط الوسط. مش شايفه من الهجوم. مش شايفه انه مختلف يعني. مش حاسه انه ممكن يبقى مختلف، ان مفيش روتين في حياته، مواعيد الشغل ساعات يبقى كتير قوي يعني. الدنيا في مواعيد الشغل مفيش روتين ممكن ده، لكن مش كشخصيه لا. في اجازه طويله وفي شغل كتير وقت الشغل. في وقت الشغل فاحنا في اجازه طويله. طب وانت مثلا في فتره الخطوبه وفترات الحلوه كده ما حاولتيش انك تغني له مثلا؟ ايه اغنيتكم؟ بس ايه اغنيتكم المفضله اللي كنتوا تسمعوها؟ كل كابل عندهم اغنيه مفضله.
هو بيسم بي هو انا برضو حدثت بعد جرجرها برضو لام كلثوم فالحب كده لام كلثوم ولا تتفرج على افلام بص من الاخر كده احنا يعني من الاخر عندنا شاديه وحياه عينيك وفداها عينيا مش كده اسمها طبعا هنهديها لكم النهارده ساره اللي هتغنيها طب انت خلصت الاول خلصت ال يا رب تطلع حاجه كويسه يلا ان شاء الله ان شاء الله
طب سامح، يعني البدايات يمكن كانت على مسرح الجامعه مش كده؟ وكان في موقف معين انت كنت حكيته لنا قبل قبل الهوا انا وجيهان، لما كنت بتمثل حاجه تراجيدي والناس ضحكت ومن هنا كانت جت الكوميديا. بتحكي لنا الموضوع ده تاني عشان الناس برضه الناس تضحك. كنا بنعمل مسرحيه اسمها الحياه المديده للملك اوزوالد. الحياه المديده للملك اوزوالد. اوزوالد فدي احنا كليه حقوق كانت دايما المسرحيات بتاعتها دسمه، فيها موضوع وفيها سياسه كتير. كليه حقوق وانا عامل جمله الدور بتاعي حارس لا مواطن، بدخل اقول باسم مواطني هذه المدينه. لا قولها لنا زي ما كنت بتقولها. باسم مواطني هذه المدينه بس. وبعدين الملك بيسكتني انا الملك مواطن فقير وبتاع، فالملك افتكرته انه سكسك على نفسه وبتاع ويمشيني. بتقول له ايه؟ بتقول له ايه؟ باسم مواطني هذه المدينه. وهنا جد، فلقيت وهنا بتمثل جد. العيال اصحابنا بيضحكوا. طب انا بقى يعني اعملها طب اكتر، فكل ما اعملها اكتر يضحكوا اكتر لان انا مصدقها. اوكي انا مصدق الجمله بس الاداء هو اللي يضحك. طلعت يوم العرض، احنا كنا بنعرض يوم واحد في الجامعه، ونقعد نعمل مثلا 3 4 شهور. جامعه القاهره ولا جامعه ايه؟ عين شمس. عين شمس. فطلعت يوم العرض لقيت الجمهور وقلبي بقى ايه تك تك تك، انا لغايه دلوقتي بترعب من المسرح. بس دي اول يعني اول كام ثانيه. بس وبعد كده اول كام ثانيه بعد اقول ايه يا جيهان بقى في الكواليس، انا ليه اشتغلت مسرح؟ انا ليه بقيت ممثل؟ ليه انا اطلع على المسرح؟ مالها السينما وابقى قدام الناس ليه؟ مالها السينما مشهدين ثلاثه والمخرج بايظه، لكن انا ابقى قدام الناس ازاي؟ فطلعت يوم العرض ده نسيت باسم مواطني هذه المدينه، ونسيت بقى مش الجمله، انا نسيت الحروف الابجديه كاني ما فيش الف وب وباخر. طالع اول ما شفت الناس والاضاءه والبتاع مش عارف اجمع اي كلمه اصلا، صرت بالخرس. فعملت نفسي ان انا ايه اغمى على ودي ما كانتش بالروايه. والله ما كانتش بالروايه. فعملت نفسي ان انا ايه زمايلك الممثلين تلاقيهم اتخذوا، زمايلي مش ما عندهمش بقى الارتجال لسه، احنا بنعمل يعني لسه. والمسرحيه لغه عربيه، فابتدوا ينقذوا الموقف. ماذا دهك بالكلام بقى الغريب ده. فكان مشهد المفروض تراجيدي، فطلع كوميدي كوميدي. شالوني بقى في الكواليس وبتاع، وابتدوا بقى الناس اللي هم ايه يعني بيحبوا الخير يعني عايزين يفوقوني، وانا فايق اصلا. انا مغمض عينيا وسيبوني في حاله مكسوف منهم. خرجوني من المسرح، طلعوني. فوقوني بقى، بص يعني طلعوا عينيا يعني اقعد يا امي لك كده. الكوميديا ما كانتش اختيار، هو كان يعني الناس اللي تقبلت منك الكوميدي اكتر من حاجه ثانيه. بس في حاجه جيهان، يعني انا مركز قوي في الحياه. لما واحنا في الجامعه اللي اكبر مني قالوا لي انت ما تنفعش ممثل، فقلت لا هبقى ممثل. قالك ما تنفعش خالص؟ لاني خجول والتمثيل مش عايز ده. بذاكر قوي والتمثيل هم فاكرين ان احنا يلا لازم تبقى فاكك مش بتذاكر. وقالوا لي صوتك بيزيق كده، صوتك رفيع وبيزيق. طب انا هستخدم صوتي وانا هغني كمان. لا فاستخدمت صوتي بقيت في الكرتون صوت مميز. اشتغلت في الاذاعه مع مسلسلات اذاعه كتير. بحط هدف واروح، هي دي احلى حاجه في الحياه، ان الواحد يحط هدف يسعى لهدفه ويسعى ليه. فلقيت ان هم بينظروا زي ناس كتير يعني ما هو احيانا الحاجه اللي بيبقى الناس شايفينها ديفوهات بتبقى هي نقطه قوتك، بس هم ما بيبقوش فاهمين ده. وسام، اول معرفتك بسامح كفنان كانت في راجل وست ستات في دور رمزي. في ايه من رمزي في الحياه؟ ولا حاجه. ولا حاجه. وده كان المذهل ان انا اقابله وهو ما فيش اي تشابه ما بينهم، يعني واحد تاني. فده كان شيء بالنسبه لي مبهر يعني. لا ما فيش خالص. طب يعني هو عمل مسرحيات كتير يعني او اشتغلت مسرح كتير، حضرت له كم عرض؟ لا كتير. طب فاكر اول عرض؟
انا الرئيس، كان اول عام انا الرئيس. وانت كنت عارف انها موجوده في الصاله؟ لا ده كانت بتحضر معايا على طول بروفات كمان. لا سيبك من بروفات، اللي هو كانت مراتي. فاهم يعني اول مره تحضر لك حاجه مع الجمهور. ده اللي هو المونولوج. المونولوج الفردي، المسرحيه الفرديه ولا؟ لا انا الرئيس كانت مسرحيه عاديه، كانت بتاعت حنان مطوع وكان فين. كنت انا وحنان مطوع في المسرح الكوميدي. ما خفتش لو انت يعني عارف انه مثلا مراتك اول مره؟ انا اللي كنت مش حابه يعني. انا في الاول مش عايزاه يرتبك مثلا، مش عايزه يعني. انا ما كانت خبرت في المسرح قليله قوي، كنت حضرت عدد مسرحيات قليله، فشايفاه مرهق جدا للفنان ان هو يروح كل يوم يقول نفس الكلام فمرهق قوي. فاول ما جاله المسرحيه انا كنت بقول له لا، انا مش عارف ازاي بيحفظوا الكلام. مش عارف، انا حاسه الموضوع مرهق وانا بطبيعتي ما بحفظش. فكنت بقول له بلاش مسرح. عملت مسرح كتير انا افهم واقول. فكنت بقول له كتير بلاش. بس اللغة العربية الفصحى هتعمل ايه؟ مفيش افهم واقول، لازم تقول الكلام. اللغة العربية انا هو شاطر فيها، بقرا قرآن كتير من صغري. فانا التشكيل الحمد لله واللغة العربية دي. فأول مرة لما حضرت المسرحية يعني اكتشفت ان المسرح ده لا، ده مش بالعكس، ده كل حفلة وكل عرض مختلف على حسب الجمهور. هو أداؤه بيختلف كل مرة. لقيته ده عبقري، مش زي ما أنا كنت بحسب. أنا دايما بحضر المسرحية، بس حتى اللي حضرتها قبل كده بحضرها مرة، لكن معايا كنت بحضر كل يوم. فكل يوم فكل مختلف، يوم بتشوف حاجات مختلفة. فبقى اليوم اللي مش هينفع أحضر فيه أتضايق قوي إن هتفوتني النهاردة، يا ترى ممكن يحصل إيه مختلف. فاكتشفت إن المسرح حاجة عظيمة. على ذكر الجمهور، وكل مرة بيبقى فيه اختلاف، حصل مرة ما هو أحيانا المسرحية بتبقى بتضحك جدا بس الجمهور بيبقى له طبع خاص. الناس اللي بيحضروا المسرحية طبعا. دي في ناس مثلا جد قوي أو ناس صغيرين في العمر أكتر أو طبعا. حصل مرة موقف لا دي بتحصل كتير في، وببقى عارفه، ببقى عارف أقوم قايل للناس اللي معايا أقول لهم على فكرة ما تحبطوش، الناس اللي في الصالة أعجبهم المسرحية قوي، هما ما بيضحكوش وما بيتفاعلوش، بس طبيعتهم هم تقال. وهتلاقوا رد الفعل في السكسيل الاخير في التحية. فبيلاقوا مش كل الجمهور خفيف. وكل يوم مختلف. كل مكان مختلف. يعني انا عرضت في مصر، وفي حتى مش جوه مصر محافظات بس، انا عرضت في محافظات جوه مصر وعرضت في العالم العربي كمان. كل شعب ليه طبيعة معينة، وكل مكان ليه طبيعة معينة. لكن ما بيحصلش ده لأن ببقى مركز، أو ممكن يحصل أجيان في المسرحات بتاعة الأطفال. أنا بعشق الأطفال. بعشق الأطفال. فأجي أعمل مسرحية أطفال، فالأطفال في الحتة دي هم يبقوا منبهرين بيها، مش عايزيني بقى أكمل المسرحية، ولغط واصوات ويطلعوا على المسرح يكلموه. يعني لو في يقولوا له على فكره انت في المشهد اللي انت ما كنتش فيه حصل كذا، يحكوا له. يعني بتعمل ايه؟ بتتجاوب؟ بخليهم هم معايا. بتشدهم. حد يقول له مش عارف ايه، حاضر وبتاع وكده. جميل يعني. جينا مثلا مسرحيه اشرف عبقي بيعمل مسرحيه انتاجه وبطولتي للاطفال، اسمها علي بابا. فالمفروض انا رايح دي للاطفال، فرايح بفتح افتح يا سمسم والباب بيتفتح عشان ندخل بقى اخد الكنوز اللي جوه. فالسيناريو بيقول ايه ده، انا نسيت افتح يا ايه. فالاطفال بقى ايه يا سمسم ايه يا ايه، قمت ايه واخدهم بقى معايا يا ايه يا ايه. طب انا مش هقول، قولوا انتوا وهنشوف الباب. وقمت باصص للكواليس. لازم المسرح يبقى فيه حضور عام. مش الممثل بس. صحيح. فبصيت للكواليس، عرفتهم ان كيو مش مني، من الاطفال. فقاموا قايلين افتح يا سمسم، اصواتهم عسل لذيذ طبعا. فالباب اتفتح. تخيل بقى كم سعادتهم عامله ازاي. ايوه اشتركوا معايا. ده الحضور بتاع الممثل على المسرح. طب مسرحيه انا الرئيس كان ليك جمله معينه لازمه كده افيه كنت بتقوله، ولا كان الدور عادي؟ لا كانت ايه؟ لا ما هو كان في افيه طول المسرحيه بتاع الفرختين. كان في فرختين بس مش فاكر قوي. يعني كان في فرخ بقول انا عايز في فرختين هنا مش عارف ايه في بدايه المسرحيه. فاخدت الحته دي طول المسرحيه لحد اخر المسرحيه. كل شويه حنان متوقع مثلا تبقى في مشهد مش عارف ايه، واقوم
مشهد جد جدا فيفكرها بالفرخ. فين الفرختين اللي طيب قبل ما نروح لراجل وست ستات، لان طبعا دي يعني نقله كبيره برضو الـ بشكل عام، الفن، عالم الفن، امتى اتفتح لك الباب المصدي زي ما بيقول؟ هي من راجل وست ستات. قبلها كنت بعمل مسرح برضو مع سيد اشرف، مسرح قطاع خاص، وبعدين هو جاله فيلم لخمه راس فرشحني ليه، فابتدينا نزود الدور شويه. بس انت قبل كده كنت مساعد مخرج برضو؟ اشتغلت مساعد مخرج كتير قوي. بص انا ما اعرفش حد في الوسط قبل ما اشتغل. ودلوقتي هم اصدقائي كلهم يعني، لكن ما بقعدش يعني ما بقابلهمش غير في شغل يعني. يعني حتى جيهان احنا من ساعه المسلسل بنتكلم في شغل يعني. انا مش اجتماعيه وانت مش اجتماعي، فده حقيقي. كويس ان احنا قابلناكم ببعض. فاشتغلنا اشتغلنا لخمه راس، وبعديها ابتعدنا شويه، فجاله هو بقى ايه راجل وست ستات فرشحني، فاشتغلنا. دي كانت الانطلاقه بقى. لان السيت كوم ده هو ما كانش فارق ليا بس، هو كان فارق في الدراما كمان الكوميديه، علامه مميزه على العربي. ده صحيح يعني، كله كانت موضه ساعتها 500 الف سيت كوم بعد راجل وست ستات. هو اتعمل 10 اجزاء منه. شوقيه اسمه ايه؟ تامر وشوقيه. تامر وشوقيه بعد ولا قبل؟ لا في نفس التوقيت. نفس التوقيت تقريبا. بس تقريبا كان قبل بس. ده طب انت ما كملتش في راجل وست ستات؟ لا، عملنا في ثلاث اجزاء بس اللي سقطوا مني، علشان كنت اشتغلت عبوده واللص والكتاب والزناتي مجاهد، وبعدين رجعت عملت التاسع والعاشر. في فرق بين التجربتين، تجربه راجل وست ستات الاولانيه وبعد العوده؟ لا لا، بس انت بعد العوده بقيت نجم بقى. لا 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 خالص، انا الدور عامل ازاي؟ لا لا لا، وبعدين لو هبقى نجم مش هبقى نجم على اشرف عباس. لا انا قصدي يعني ادائك اختلف. لا خالص خالص، لازم ابقى ده اللي كان رعب بالنسبه لي. طريقتك مع الـ مع التيم وكده؟ لا، الطريقه هي هي، لانهم اصحابي. لا انا الكرفان ده مش عاجبني، انا مش عارف ايه، الشاي ناقص سكر، سندوتشات لحمه الراس مش مستويه. لا لا لا، ما اظنش انه سامح فيه الحاجات دي. لا وسام هداف عشان مرات، وانت هداف ليه؟ لا بس كلمه احنا زوم لو اشتغلوا مع بعض هيتعرفوا كويس. اشتغلوا مع بعض يعني، ما اقولش خليها. طيب كلمه الحق، لا ده ما فيش الحق. لا انا في الاصل كمان يعني ايام المدرسه كنت بشتغل. تشتغل ايه؟ اشتغلت كل حاجه يعني. ايه مثلا؟ اشتغلت حداد، حداد مسلح. على فكره انا محتاجك جدا. عينيا والله انت جيت النهارده. بس حداد مسلح مش باب وشباك و مش مشكله. انت في كل الاحوال اكيد هتفهم. حداد مسلح وايه كمان؟ نجار. محتاجك جدا. انت لسه بتبني حاجه. محتاجك محتاجك. بتعمل ايه؟ لا هتلاقيه مقاول. الحلقه بسرعه علشان في حاجات معينه لازم تتصلح. احنا دلوقتي عرفنا ايه الحاجات الكتير اللي ما اتكلمتش عنها وسام، في عنده مواهب كتير يعني، مش محتاجه حد. اشتغلت جرسون. ايه؟ جرسون. جرسون. كلنا اشتغلنا جرسون. واشتغلت نقاش دي فتره بقى. نقاش. لغايه لما بقيت مقاول كمان. بسم الله. ده يعني كنت بص انت جيت لي من السماء. ايه رايك؟ هات واعمل لك اللي انت عايزه. عايزين نعمل بزنس. في ايه؟ مش كفايه كل ليله بنشتغل نفس الشغلانه؟ عايزين نستفيد من شغلنا. نستفيد من بس دي تعتبر ماشي. تعتبر. انا موافق. فانا مدرك جدا. الشغلانات دي كلها يعني كانت بعد الجامعه على طول المفروض؟ اثناء الجامعه. اثناء الجامعه. يعني وصلت للمقاول. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. طبعا ده دي يعني اكبر درجه في الشغل اللي تحت المهندس على طول. طبعا. والقرش والقرش جري في طبعا طبعا. انا عرفت عايز ايه. بقى عايز تقولوا مع بعض. عايز ايه؟ استني بس، ده انا عايز السلف. القرش بصيت له بصه معينه ما فهمتش، في سين بينكم انا ما فهمتوش. لا فانا مدرك من الشغلانات دي حاجتين. اول حاجه
انا طالع من تحت الصفر، فانا مدرك ده. لا ليه عصامي. تاني حاجه انا مدرك جدا ان الناس اللي ورا البرواز هم دول اللي عملوا البرواز. يعني مدرك جدا ان المساعد المخرج والكاست اللي وراه ده من اهميه المخرج. الكاست اللي ورا المدير التصوير ده من اهم، يعني دول هم الصناعه. ده حقيقي يعني. فانا دول كلهم اصحابي اصلا يعني. فلا مفيش، ما عملناش، ما فيش فرق يعني. مفيش فرق. وسام يعني شفتي يعني الحاجات اللي بيحكيها سامح دلوقتي حكاها لك وانتوا في ايام الخطوبه ولا ده لها عنك؟ حكاها لي. طب ايه كان رد فعلك؟ اتصدمتي؟ لا فرحتي؟ لا 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 انبسطتي؟ لا دي حاجه عظيمه. هو انا يعني بقولها لا دي يعني انا مثلا لما رحت الخطوبه ما رضيتش اقول ان انا اشتغلت جرسون برضو يا حسين مثلا. بس دي بالذات لو حاجه حصلت في البيت مش محتاجين نجار، في ممكن يعني نلحق. لا بالعكس حاجات حلوه. على فكره الراجل المصري ما عندوش المواهب دي. يعني انا عشت بره كتير، بره مفيش حاجه انك تجيب نجار للبيت. مش حاجه الناس بتعمل كل حاجه بايدها. وبعدين انا مؤمنه ان انا معجب بسامح جدا طبعًا. يعني لا دي ميزه لسبب، يا ريتني انا زيه. انا ما بعرفش اعمل اركب اللمبه. لا هي ميزه لسبب ان الانسان اللي بيتعب في حياته بيقدر كل قيمه كل حاجه بعد كده. الحاجات اللي بتيجي سهله مش هي بس اللي مش بتقدرها، لا انت ما بتقدرش كل حاجه. صحيح. فهو اتعلم كده ان هو يقدر كل حاجه. معلش وليد عايز ايه؟ وليد المخرج يقول لك ليك في التكييفات وكده. ممكن انضف التكييف لكن ما الصيف دخل وبتاع. ده استغلال مباشر. ايه ده؟ لا ده احنا هنعمل شغل حلو قوي بعد. احنا كنا معزومين على الفطار اول امبارح. سامح ده ابن المحطه يعني. كنا معزومين على الفطار اول امبارح فراح لل استغلوني برضه. في لمبه هنا مش عارف ايه. اشتروا لي. لا مش عايزين نشتري. هات لمبه من الحته الفلانيه وحطها هنا. انا عايز اعرف ال اول بطوله سينمائيه الموضوع جه ازاي وتفاصيله. كان يعني عملت كلب دليلي مع الحاج احمد السكي. وبعدين 30 فبراير كان وبعدين توقفنا لظروف ما في الفيلم، ورحت عملت 30 فبراير في شركه دولار. ده كان اول فيلم يطلع للجمهور. بس اول تصوير كان بس كلب اول تصوير كان كلب دليلي. ثم بعد كده رجعت وكملت الفيلم. هتلاقي احمد زاهر في الفيلم على فكره، كان معانا في الفيلم. تخين جدا في مشاهد، جدا في مشاهد ومشاهد وبعدين رفيع جدا في مشاهد تانية. فكنا حتى في العرض الخاص، فجيهم احمد السبكي ده فقر يعني كوميديان جدا، فبيستضيفوه بقى وبتاع. فقال لهم معانا سامح حسين ومي كساب ومش عارف ايه، واحمد زاهر عامل منظرين هايم بدورين. فكلبي دليلي ده كانت اول حاجه صورتها كبطوله. لكن 30 فبراير اتعرض. والمصادفه بقى غريبه ان انا مضيت سينما من بعد راجل وست ستات وما اشتغلتش سينما، اشتغلت فيديو. اشتغلت عملت عبوده وعملت بتاع اربع مسلسلات فيديو وهموت واشتغل سينما. مع اني ماضي سينما بس بيتوقف وكده يعني. فلغايه لما لضمت بقى السينما فقلت هي بقى ايه. انا بحب السينما جدا. الفيديو مرهق وبيتنسي بسرعه. الفيلم بيحفظ ليك. المسرح حلو ليك ممثل. فكل حاجه ليها مزايا يعني. بالظبط. بس نجاحك الاكبر كان في انه دور يعني انه دور يعني مثلا رمزي في اعتقد راجل ست ستات كان حاجات الناجحه قوي، وعملت حاجات ناجحه حتى كبطولات مشتركه مش بس لما عملت يعني كبطوله. هي يعني راجل وست ستات عرفتني، عرفت سامح حسين للجمهور للناس. اللص والكتاب ده اللي قالوا ان ده ممثل شاطر. لما عملت توأم فاطين وميشو، وده كان برضو تصميم مني يعني. ان انا بعد ما خلصنا راجل وست ستات قالوا لي تيجي نعمل اول بطوله سيت كوم، قلت لهم لا مش عايز سيت كوم، انا عايز مسلسل كوميدي. فعملت عبوده ماركه مسجله نجح، فقالوا تعالى نعمل بقى ايه عبوده بارت 2. قلت لهم لا انا عايز اعمل تراجيدي، حاجه مش كوميدي.
فطبعا وقفوا بقى في الموضوع فقالوا لا ما ينفعش. ضايقك ان الناس يعني حطاك في القالب الكوميدي على طول؟ هو كسر ده خلاص، كسرنا خلاص. يعني انا حتى الفيلم اللي عملته اللي وسام كاتباه ده لايت رومانتك كوميدي كمان واللي قبليه كان كده يعني مفيش فرص. بس الناس معلق معاه سامح حسين ممثل كوميديان، ده بالنسبه للجمهور ده حلو، بس اعرف اعمل ده وده. فدي ميزه ليا ان انا لو عايز اعمل كوميدي بس يعني كوميدي بس. طيب يعني بس انت مصنف انك انت كوميديان اكيد؟ يعني ده بيضايقك؟ لا خالص خالص. اصل في الاول كان عندك يعني صحيح. الكوميديا هي اصعب حاجه في التمثيل، صعب انك تضحك، شيء صعب جدا، خصوصا ان الشعب المصري اصلا دمه خفيف. بالظبط، فان انت تضحك ناس دمها خفيف دي مسؤوليه كبيره قوي، صعبه مش سهله. بس في البدايات كان عندك النيه انه ممثل كوميدي ولا كنت نفسك ممثل وخلاص يعني؟ لا انا كان نفسي اخرج اصلا، مش ممثل اصلا. انا طالع الفريق بتاع المسرح انا عايز اخرج، لان انا قريت مسرح. علشان كده انت عملت مساعد مخرج في جاءنا البيان التالي وكذا حاجه في كذا فيلم سينما، واشتغلت مساعد مخرج في مسرح كتير، واخرجت مسرح كتير. انا اخرجت للشباب مصطفى خاطر وعبد الرحمن والتركيبه الناس بتوع ايه عبد صبور طلقت حظ، عشان انا مع مصطفى في المسلسل فبيقول لي الافيه اللي بقوله انا بتاع عبد الصبور. اخرجت الشباب دي كلها وعرفتهم على اشرف عباية كمان، فاشتغلوا معانا في راجل وست ستات واشتغلوا بقى مع اشرف. انت اللي عرفتهم ببعض يعني؟ اشرف عرفهم عن طريق، كنت انا اللي بدربهم تمثيل في الجامعه. مين من دول بقى؟ مصطفى خاطر، محمد انور، عبد الرحمن، توتا، توب، محمد توب، وعلي ربيع. لا علي ربيع كان جامعه القاهره. انا كنت بخرج دول كلهم كان جامعه عين شمس. كنت عامل لهم مسرحيه تراجيدي، كان مصطفى خاطر هو البطل فيها. تراجيدي لمحمود دياب، باب الفتوح، وكان اللي بيضحك فيها انا مخلي عبد الرحمن وانور يضحكوا فيها. الباقيين كانت وكل الاسماء دي يا سامح يعني بسم الله ما شاء الله يعني وصلوا بقوا نجوم وبقوا ابطال طبعا. يعني بتفرح ولا بتنفسن؟ لا 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 طبعا. يعني فعلا لا خالص. بتضحك ليه؟ لا نفسي على ايه؟ لا ما بتنفسنش؟ لا تلمزتك؟ لا وما كنتش عرفتهم على الراجل، وما كنتش اقف وراهم، لا انا عايز دولت. انا طبعا انا سال السؤال وانا عارف اجابته والله. لسه اصحاب؟ لسه العلاقه جداً مستمره جدا جدا جدا، بس مش مقابلات يعني. انا واتساب واتساب فيسبوك لكن مقابلات لا. يعني انا يا في البيت يا في التصوير او الشغل يا في المكتب، غير كده مباراة. جميل جميل. طيب الحديث حلو. عايز تسمع حاجه؟ نسمع حاجه. نسمع اسبقني يا قلبي. اسبقني يا قلبي. الله الله. استاذ محمود درويش. سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة، سبقني سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة، سبقني سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، الحقني أوام الحقني الحقني أوام الحقني عالجنة الحلوة سبقني. Thank you.
على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان، اهو جالك يوم ترتاح على اجمل بر امان، وعيون زي الافراح تسقيك الشهد حنان، نصبح غنوه للعاشقين، ما نخليش ولا قلب حزين، نصبح غنوه للعاشقين، ما نخليش ولا قلب حزين، يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير، يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير، اسبقني وقول لحبيب انا جاي على طول يا حبيب، اسبقني وقول لحبيب انا جاي على طول يا حبيب، الحقني اوامي الحقني، الحقني اوامي الحقني على الجنة الحلوة اسبقني. يلا يا قلبي يا أسعد قلب نملى الدنيا حب في حب، يلا يا قلبي يا أسعد قلب نملى الدنيا حب في حب، يلا نقوم وننام في غرام ونفسر كل الأحلام، يلا يا قلبي يا أسعد قلب نملى الدنيا حب في حب، يلا يا قلبي يا أسعد قلب نملى الدنيا حب في حب، يلا نقوم وننام في غرام ونفسر كل الأحلام، نصبح غنوة للعاشقين، ما نخليش ولا قلب حزين، نصبح غنوة للعاشقين، ما نخليش ولا قلب حزين، يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير، يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير، اسبقني وقول لحبيب أنا جاي على طول يا حبيب، اسبقني وقول لحبيب أنا جاي على طول يا حبيب، الحقني أوام الحقني، الحقني أوام الحقني على الجنة الحلوة اسبقني. الله 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 الله. كلنا عايزين نشوف البورتريه اللي عملته ساره. انت عايزه تشوف البورتريه؟ انا عايز اشوف شيف جلال. كلنا عايزين نروح ندوق عند شيف جلال. ساره البورتريهات جهزت؟ اه طبعا البورتريهات كلنا شوق ان احنا نشوف النتيجه. اتفضلي. اوكي سبون فاتح ايه؟ بن فاتح. كان بن فاتح يا ساره؟ بن محوج. محوج. الله يعني الآن جاءت اللحظة. نروح واحدة مع بعض يعني هم بيكملوا بعض. الله 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 الله. طب ورونا كده الكاميرا كل واحد الكاميرا بتاعته. لا طب عايزين نحطهم جنب بعض عشان. أيوة أيوة. لا حلوة قوي. تسلم. تسلم. حلوة قوي تحفة تحفة.
القهوه رمز للقعده الحلوه والمزاج الرايق. طبعا فطبعا انتوا قعدتكم حلوه وجميله يا رب تكون يا سارة. شيف جلال يا دكتور الله يا دكتور في احسن من اللحظه الجميله دي؟ ده انت لحظه الاكل ده انت اللي دكتور يا جلال. طب هتيجوا ولا ايه؟ طيب انا مستني اهو، انا الاكل جاهز. جايين خلاص جايين. شميتوا الريحه ولا لسه؟ ده من بدري من بدري. طب الحمد لله يلا جايين لك. يلا انا في انتظار. يلا نروح نسحر. يلا يلا وبعدين نرجع ناخد الحلو هنا والشاي. الله ده في حلو كمان. طبعا في مفاجات كتير. ايه الحلاوه دي؟ اتفضل يلا اتفضل. رجعنا لكم يا جماعة في سيرة الحبايب وفقرتنا المميزة اللي كلنا بنحبها، يعني فقرة الشيف جلال مع المطبخ. الفقرة المفضلة لدكتور الله الله الله. لينا كلنا لينا كلنا لينا كلنا لينا كلنا. أنا بالنسبة لي برضو بقت فقرة مفضلة بعد ما دقت. لا بس الحلقات يعني في غنى وفي أكل وسمعنا إن في حلويات. طبعا لسه طبعا لسه 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 حلويات. ينفع الضيف يبقى ليه يبقى ضيف مستمر معاكم؟ بص الضيف المستمر في واحد برضو ضيف مستمر امبارح كان يعني او حب ان يكون مستمر. ايه اللي حصل ده جزء منه. حبيبي حبيبي جزء صغننه ايه الرعب ده يا عمر؟ ايه الرعب ده؟ لا مش لحمه روس. لا جالنا خروف صغير فحب يشارك بالبرنامج فهو شارك. قلنا له تعالى الدبع على فكره بلاحظ ان كل الضيوف بيحبوا انه الضيوف معانا في الفقره دي بالذات. بالظبط وهنشوف دلوقتي سامح حسين ووسام هيكونوا يعني مش عارف. شوف جلال ما تقول لنا ايه اللي معايا حصل. عايزين نعرف الصراحه يعني نعرف شوف جلال يعني ايه 100 100 ولا ايه؟ لا لا اكيد اكيد انا واثقه انك 100 100 بس عايزين نسمع راي وسام. يا سلام. والله طب قول لنا شوف جلال انت ايه اللي عملته دي؟ جايبينها حته كلها سليمه من الريش الضاني. سليمه مش متقطعه. كبده صوص الطحينه سجق و كباب حلة ورز. جميل جدا. ومية. تسلم. ومية. احنا عايزين ندوق. تسلم. المية حلوة. كل يوم بتدوق. يعني كل يوم؟ خدي اجازة النهاردة. لا مش هاخد اجازة. خلي الضيوف يا سامح. سامح حسين داخل على طمع. هو عمر بيقول لي انا هتكلم في بقية الفقرات، الفقرة دي ما اتكلمش خالص، استلميها بنفسك. لا النهاردة بقى يعني في الفطار اكلت كويس. كويس. لا احنا عاملين دايت. عملت لغاية النهاردة بس. لغاية النهاردة. قلنا النهاردة بقى فري. ايوه فري. طيب ايه بقى الأكلة المفضلة لسامح؟ الحواوشي. حواوشي. سلام. بتعملها له في البيت؟ والله. أمال أسيبه ياكل من بره؟ حواوشي إيه بقى؟ الحواوشي العادي. ايوه اسكندراني ولا لا؟ يعني عملنا اسكندراني مره. لكن لا الحواوشي العادي. العادي العادي ده. اوكي. طب قولي لنا الوصفه ازاي؟ سهله جدا. عشان الناس برضو شيف جلال برضو يقول لنا وصفه واعرفها منك. هي اللحمه طبعا مفرومه بس فيها نسبه دسم ما تبقاش عشان نسبه الحواوشي نسبه كويسه عشان الكوليسترول. او بصل بقى عشان تديها طعم. وفلفل والتوابل بقى بهارات ملح وفلفل. والعجين نفسه؟ لا ده عيش. عيش نص سوا. تلج هنا. عيش عادي وبتحشيه. اتعمل عليه زيت كده وفي الفرن. تلت ساعة. بس. يا سلام. سهل جدا. شوف جلال هو ده نفس الطريقة اللي بتعمل بيها الحواوشي؟ نفس الطريقة مع إضافة شوية توابل بس. أنا قلت لكن والبصل دايما بنعصره من المية. والفلفل. عشان ما يبلش العيش. أوكي. بس كمان لما بختار حته اللحمه بجيبها من الرقبه دي افضل حته للحواوشي. للحواوشي. لا انا الحمد لله بقول ما انا بشتريها هعمل بيها حواوشي. هو عارف بقى ايه المكان المظبوط. طب قول لنا بقى تقييمك للحواوشي بتاع وسام. لا ممتازه. طب اقول لك على ايه. قول لي وسام ما دخلتش مطبخ في بيت باباها.
ايه ده اتعلمت فيك؟ اتعلمت استحمل كتير قوي والله يا دكتور والله العظيم لا بس مش هي ذكيه وبعدين وبعدين دلوقتي على فكره برضه الشيخ جلال بحبها بجد لا بس اقول لك على حاجه انا متاكده منها الست الذكيه حتى لو ما كانتش بتطبخ كتير في بيت باباها وكده هتعرف ازاي تعمل الحاجات من الاول حلوه مش صح من الاول كانت حلوه لا الاول ما كانتش حلوه بجد بس كان بيقول لك الله الله يا حياتي يعني كانت المكرونه مأساة يعني كانت المكرونه لو انا قلت لها لا لو انا قلت لها لا في مثلا الطبيخ اتحرفت الله وكمل يعني زي اللي متزوجون هاكلها يعني هاكلها يا جيهان كده هو لحد دلوقتي لما باجي اجرب حاجات جديده اكيد بتبوظ يعني الكنافه مثلا بتبوظ كتير قوي لحد ما تظبط يعني لا لازم بيستحمل لازم على الراجل بيجوع بقى اليوم ده وخلاص ويستحمل هو ما عندوش حل تاني ولازم يشجع والا مش هتطبخ انت استحملت ده كام سنه؟ لا في الاول بس اول كام شهر هو كام اول كام شهر ده حقيقي بعد كده خلاص لا انطلقت هقول لك على حاجه البرامج يعني مثلا احنا معانا الشيف جلال فهتلاقي هم الستات هيستفيدوا من السوشيال ميديا الموضوع بقى اسهل دلوقتي التعليم بقى اسهل على اليوتيوب بتكتب اسم الطبخه زمان كان سورس واحد بس اللي هو كتاب الله قبل نظيره بس ولو لقيته كانوا بيسلفوا لبعض جلال هو فعلا كان في حاجه اسمها كتاب قبل نظيره ولغايه دلوقتي موجود بجد والله مين قبل نظيره يا جلال؟ قبل نظيره دي كانت مؤسسه كليه السياحه والفنادق ما تقلفش يا جلال ما بقلفش والله واعمل لك سيرش واحنا بعد احنا على الهوا دلوقتي على الهوا احنا عشان بناكل الله النهارده اللحمه تحفه بجد انت كل يوم بتقولي كده لا 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 بس لا النهارده لا مش كل يوم بقول كده السجق ده اصلا مش كل يوم بتقول كده يا جلال بتقول مش كل يوم بقول كده مش كل يوم بتقولي كده بيبقى حلو يوم التسع بيبقى الاكل حلو بس النهارده متوصي باللحمه عجبتني قوي قوي دكتور تسع موجود واستاذ سامح لا طبعا لا مستويه حلو طب انت يعني لما بتسافر بره بتاكل فين مطعم ايه بقى شرقيه غربيه لا شرقيه انا بخاف اجرب يعني زي دي بالظبط لا انا بجرب كل حاجه انا بحب بجرب الاكل الجديد احنا مره سافرنا بره كنا ما بناكلش غير بطاطس في الفطار والغدا والعشاء ده فين ده بلد خايفين من اللحوم هناك لا الاكل فعلا مش حلو ده يعني بلد احنا كنا في الاول يعني لا لو مش بلد عربي مش مشكله يعني بلد مش عايزين نزعل حد بلاش بس ثقافه التجربه نفسها حلوه ما احنا جربنا في الاول لا احنا جربنا في الاول بعد كده بقيت السفريه كلها ما جربناش تاني لا انا بحب اجرب بطاطس وفاكهه شهر العسل كان فين في ماليزيا واو جزيرة لانكاوي حلوة قوي ايه ده انا افتكرت كانت تقولي في راس البر حلوة راس البر مالها راس البر جميل يعني عشان لا حلو لا ما احنا خلي بالك ده في الاول رومانسي وفي الاول لازم لا بس في الاول كده يعني ماليزيا لا ما في الاول بس يا دكتور احنا سنين خلاص في ماليزيا عايشين عليها لغايه دلوقتي بس سامح بتعرف تطبخ؟ انا؟ لا مفيش فترة عزوبية اتعلمت فيها شوية تعمل ساندوتشات كنت بعمل بليلة كنت يعني سامح عمره كان عازم يعني انا بحب البليلة جدا ما زلنا يعني لغاية دلوقتي انا اللي بعملها في البيت وهي اكلة فيها كل الحاجات اللي احنا الجسم محتاجها يعني فاعمل بليلة وخليها جه في مرة سامح مره واحده بس حاول يطبخ فعمل مكرونه بالسجق الشرقي هي كانت حلوه بس هو ما كلهاش يعني احنا كلناها بس هو ما كلهاش خالص رغم انها عجبتني ازاي حلوه وما كلهاش ما رضاش اكلها ابدا مش عارفه فتقريبا مش عارفه اعمل فيها ايه يا دكتور فخلاه ما ياكلهاش واحنا كلناها طب سامح انه اكل احلى اكل وسام ولا اكل حماتك ماما خير لا وسام هي تتفرج على الحلقه صح؟ لا اكله وسام ده ما فكرش ده يعني طب انت جاي تهز النفوس النهارده هو هدي النفوس ايه ما هو بيجاوب ايه؟ في حين لو فكرت كنت هتقول المفروض كنت هطول بقى في الاجابه وبتاع انت ايه رايك في الاجابه؟ هي معلماني حاجات كتير شفتي ذكية الذكاء والدبلوماسية وال لا لازم تتعلم الحاجات دي يا سامح من جاي ربنا يخليك يا دكتور طب مين اللي يعني اللي له القرار الأول والأخير في البيت؟
لا مشاركة يعني البيت البنات. مش بره يعني مش القرارات اللي علاقة بره بيت البيت لا بنتفق بس قدام البنات سامح يعني قدامهم قولوا لبابا لازم ناخد رأي بابا لكن ممكن لو اختلفنا في حاجه بقى بس بابا أولا. يعني زي ملكه بريطانيا كده يعني يملك ولا يحكم صح لا يحكم يملك ويحكم انا سامح انا بثق في رايه ففي ممكن حاجات سامح بس سيبنا شويه يعني عشان بس عشان تقول لي الصراحه لا يعني انا هقول كذا البنات وبتاع بس انا اقول لحضرتك حاجه يا دكتور لو هي حاجه محيره لو هي حاجه محيره ليه انا يعني ليه امشي ورا دماغي وفي الاخر تطلع غلط ويقعد يقول لي مش كنت سمعت كلامي لا اسمع كلامه واقول له شفت مش كنت سمعت كلامي كده امن بس قولي لنا ايه يعني وصفه كده سحريه للبنات اللي لسه متجوزين ايه الخلطه السحريه للتعامل مع الرجل المصري عشان يبقى يهنينها ويستتها ويبقى كويس معاها وطيب معاها مش معنى الرجل المصري الجمهور يعني الرجل الروسي هو اعتقد اعتقد كل العلاقات مش بس الجواز يعني كل العلاقات عشان تستمر لازم يكون في تفاهم ومفيش مشكله في وقتها يعني انا ممكن يحصل حاجه تضايقني مش لازم احلها دلوقتي وانا متعصبه لا نهدى يعني نتكلم بعدها بشويه مش الدنيا ما طارتش دلوقتي فنتكلم احنا هاديين فدي اسلم طريقه للمشاكل انت عندك اخت عندي اثنين بس اثنين اكبر مني اكبر مني متجوزين متجوزين اصل كل الناس كانوا يحسدوا سامح دلوقتي وكل الناس يقول لك يعني ايه يقول لك عايزين نتجوز بقى اخت وسام الحمد لله مش كده يا سامح دي كانت والدتي بقى الله يرحمها هي بتدعي لي انا حاسس انها دي دعوتها يعني ربنا يخليكم بعض والنبي والنبي فيه يعني فيه احلى من الختام ده طبعا فيه اللحمه فيه اللحمه والسجق والحلو عايزين تاكلوا علينا الحلو روح دلوقتي لسه عايز اسمعهم بيغنوا لسه عايز اسمعهم برضه حرام عليك مش على الاكل تسلم ايدك هنروح دلوقتي وغنيها احنا عايزين الوصفات بقى يعني لازم اعرف الحاجات دي ازاي ربنا يخليك نروح ناخد الحلو يلا نروح ناخد الحلو مع سامح حسين ووسام انت بقى بره الحوار ده ورجعنا لحضراتكم بعد السحور مع النجم الجميل سامح حسين ومدامته وسام ان شاء الله يكون السحور عجبكم تسلم ايديه بصراحه تقلاه لا 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 بجد تسلم ايديه الكبده تحفه بجد لا كله حلو قوي كله حلو كله حلو طب الحمد لله حتى انت ماشي انت بتورط في فيلم بعدين حتى انت جه وقت نعمل لكم يعني اختبار بنت وحبايب فنشوف قد ايه الترمومتر بتاع الحب وصل 100% ولا 70 ولا 60 في السنه التاسعه من الجواز الترمومتر الحب بيوصل لغايه كام يعني مثلا لا بيبقى ده علينا احنا ولا بشكل عام لا بشكل عام بشكل عام صح 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 برافو عليك يا وسام ذكيه بشكل عام على حسب على حسب على حسب يعني ممكن اما يعني بعد فتره تلاقي الامور بقت اسوا لان مفيش تفاهم فالمشاكل بتزيد لكن لو في تفاهم فلا العشره تزود المحبه فعلى حسب نوع الحب بيتغير بعد سنين الجواز بيختلف بيبقى ايه بقى بس بيبقى في يعني بيبقى في اعجاب كده في الاول في يعني ايه ده بيخفت لا ده بيبقاش حقيقي قوي يعني بيروح الحقيقة اصلا بعد اللي هو الاندهاش بتاع الاول الاندهاش منبهره بشخص بعد كده تبدا تعرف الشخص كويس قوي فده بقى في رايي هو ده اللي بيبقى الحب بجد اللي بيجي بعد ما الاندهاش ده يروح طب ده بس بشكل عام بشكل خاص بقى سامح بيه ترمومتر الحب دلوقتي في السنه التاسعه من انا ملاحظه انه وسام صريحه اكتر في المواضيع دي لا انا صريح يعني سامح مش علشان ان انا مش صريح فاقوم قايل لا لا
حقيقي صريح، هي زادت بقى في زادت معزه وزادت غلاوه ومع وجود اطفال طبعا. لا واحساسي بان هي كمان يعني مريم وفاطمه، مريم وفاطمه هي بتراعي البيت وبتراعي مريم وفاطمه، مسؤوليات بتزيد اكتر. فلا يعني هم في حياتنا نعمه بصراحه. هم مين؟ الستات. كل واحد يتكلم عن نفسه. لا اكيد طبعا احنا جايين نهدي نفوس. اكيد طبعا. طب جمهور سيرة الحبايب اغلبه من من يعني خليك ايه خليك. لا ده انا بس بنا يعني بنكش سامح. ايوه عايز اغلطه هو. ما انا لا الستات دول يعني هن رحمة لنا. فاكر مين اللي كان بيقولها دي مسرحية باين ولا مش عارف ايه. طيب نعمل الاختبار اللي بتاع الحب. يعني انتوا مش مصدقين عشان تعملوا لنا اختبار؟ لا احنا مصدقين وواثقين بس احنا عايزين نعمل اختبار قدام الجماهير قدام الامور. سهل. طب وسام كان مجموعه كام في الثانويه العامه؟ سامح حاجه و70. حاجه و70؟ حاجه مش لازم. انا مش فاكره انا جبت كام بالظبط يا دكتور يعني. ايوه انت انت المفروض تنسي اللي حاجه و70 دي حاجه كويسه. مجموع سامح لازم تكوني فاكراه. انت فاكره؟ ده انا مش فاكره. وانت ما تفتكرهوش. هي تفتكره. انا فاكره انه كان حاجه و70 وكان صدمه بالنسبه له. كان متوقع يجيب اعلى. متوقع 50؟ لا. اول مقابله اتقابلتوا مع بعض وسام كانت لابسه ايه؟ ده السؤال اللي ما يتجاوبش عليه. انا صعب. انا فاكره كويس قوي. انا كنت لابسه ايه؟ انا في الحته دي بقى زيرو. ده انا مش فاكر انا كنت لابس ايه. جالنا في ملعبنا. هي دي الاسئله. عايزه اقول اضافه. بعد اذن حضرتك. سامح فعلا عنده مشكله في اللبس. يعني هو ممكن يلبس الحاجه كذا يوم ورا بعض وهو ناسي ان هو لبسها اصلا. هو بينسى فعلا هو كان لابس ايه. التافهه دي اللي هو بالنسبه له دي مش مهمه. بس انا ممكن افكره. انا كنت لابسه سكيرت كده جراي وبلوفر اسود و كان شتاء ولا ايه؟ كنا شتاء. كنا في شهر 10 او 9. هو كان لابس ايه؟ فاكره والله. يبقى كان لابس جاكيت بني فيه تركواز كده في بص وجينز. تفاصيل طبعا. وكان لابس نظاره وقتها. بما انك ما ردتش على السؤال. سؤال جوهري. سؤال مهم. اول مقابله واول يوم ده ما يتنسيش. بعد اذنك يعني انا ليه طلب. انا جاوبت سؤالين. سؤاله وسؤالي كمان. انا كنت لابس ايه وهو لابس ايه. فلما اغلط مره عديها. ماشي هعديها لك. عندي عندك بونص. انا كده خدت بونص. هو كل يعني الحكم عليا على صحيح. الحكم دلوقتي على تغني لنا او تقلد. تقلد حد في الوسط او تغني لنا اغنيه. ماشي ما اقلد. ما بعرفش اقلد وما اعرفش. ماشي نغني. غني غني يا وحيد. غني يا سامح. هو ده. يلا غني كده حاطينه هنا. انا شكلي سالتك السؤال. والله هي جهان. انا في الفقره دي انا ببقى البريء. الملاك البريء. ملاك بريء فعلا انا. طب عايزين تسمعوا ايه؟ على ذوقك. على ذوقك. ايه اغنيه على ذوقك؟ على فكره في مره في مره انا استضفت سامح غنى اغنيه لام كلثوم. يا لهوي. لا بس انا نفسي اسمع هذه ليلتي. حلوه. لا لا روعه 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 روعه. واو واو. انا كنت خايف البرنامج يتقفل. لا انا نفسي اسمع حاجه لفؤاد المهندس. غني حاجه لفؤاد المهندس. حاجه ياسين. فؤاد المهندس يعني يعني قول. ماشي هنظبطك. ماشي قول. قول ايه؟ قول عيني علينا يا اهل الفن. لا عيني بيدبسونا بغنى على الهواء يعني. قول كده. شاركيه سعدي. لا انا برا. رايح اجيب الدب من ديله وان ما لقيتلوش ديل راح اسيبه. رايح اجيب الدب من ديله وان ما لقيتلوش ديل. بس على الله يكون له ديل. بس على الله يكون له ديل. وان ما لقيتلوش ديل راح اسيبه. رايح اجيب. بس كده. لا حصل تطور. تطور. لا 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 ارجوك ارجوك. لا بلاش بلاش. لا 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 بلاش. ده اغنيتك دي وتقليدك لفؤاد المهندس يعني شفع لك وخلانا يعني ننسى ان هي كوميديا وخلاص. ننسى 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 المره. ننسى ايه؟ هذه. ايوه. طب
مبسوطه؟ اه مبسوطه وهنكمل ال شفت مبسوطه اكيد من ورا البحر. يا سلام ماشي 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 يا عم ماشي. هنكمل المسابقه بتاعتنا ونشوف قد ايه ترمومتر الحب هيوصل لدرجه 100. ده الترمومتر انفجر اصلا. اه لا دلوقتي 100% سامح اللي ها هنشوف هنشوف. طيب دي كانت اول مقابله. طب اول هديه كانت ايه يا وسام؟ انا فاكرة. عايزين تسمعوا ايه؟ انا فاكرة فاكرة اول هدية جبتها له واول هدية جابها لي. استني قبل ما ترجعي عايزة اسمع. وعلى لا لا انا يعني عشان الاخير انا لو قلت غلط هو يا حرام مش فاكر مش هيغلط. انا هسمع اجابتك بس بعد اجابته على طول. بعد اجابته اول هدية جابتها لك واول هدية جبتها لها خالص اول هدية هنسمع. لو غلط هتقولي لنا. اه انا صدق. انت ليه بتحرجيني؟ نوعها انا بنسى انا ما بفتكرش. لا اول هديه كتير. اول هديه والله ما بفتكر. حد ينسى اول هديه؟ كريم لمراته وحبيبته. كريم ايه؟ ناسي؟ اه نسيت يعني. يا راجل ده يا راجل ده هي الهديه الاولى والاخيره. لا بجيب انا بنسى ان انا بجيب هدايا فبجيب تاني. على فكره الراجل ده بينسى يعني لما بيخرج من لحظه دي ميزه يا اسامه. لما بيخرج من البيت لما بيخرج من البيت بيعرف يرجع ولا بينسى؟ ببعت له اللوكيشن. ايه ده؟ خلاص يبقى هنحكم على 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 سامح بس هنسمع الاجابه الاول من اسامه. انا جبت لك ايه فكريني. هو كان كل مره بنتقابل كان بيجيب لي ورد كل مره بس في الخطوبه فقط. في الخطوبه فقط اخر مره يعني كانت في الخطوبه الورد. اخر مره الخطوبه كانت من 8 سنين كان بيجيب لي ورد كل مره لكن اول هديه بقى الورد بقى عادي بقى يعني مش هديه كان جاب لي انسياب فانا فاكر اول هديه اول هديه جابها لي. والعكس ان شاء الله ان شاء الله يكون ذهب الانسان يا وسام. والعكس والعكس كان ايه؟ انا اول هديه جبتها له كانت موبايل. موبايل عملية نوكيا. نوكيا 63 نوكيا كان له اسم كده. ايوه ايوه شاشه ونبيتي الظهر بتاع نبيتي. لا كان اسم خلاص 6210 كان في خط احمر كده ايام النوكيا الحلوه. لا بس هو سامح رومانسي وهي عقلانيه عمليه. جبت له حاجه يستفيد منها. انا جيت في يوم البتاع الورده وانا رايح فوقعت الورده مني البوكيه. لا ما كنتش بجيب بوكيه. امال الورده واحده؟ ورده يا راجل كريم قوي يا سامح. صح ملفوفه كده يعني حلوه ورده بنت ورده مع كل مقابله بقى. انت بتقابلها في الشهر مره يا راجل. وانا هزرع ورده. فالورده وقعت فيعني اتلحوست في العربيه وبتاع. طب ايه الميعاد؟ انا مش هينفع اروح اجيب ورده تاني فروحت بقى قعدت ايه نظفت الورده. طبعا الورده ضاعت ورش عليها برفان ما فيش ريحه مش عارف ليه اصلا فقعدت ارش رش عليها برفان. ما هي دي ورده الحب رششت عليها برفيوم بتاعتك فهي بتقول لي انا شايفه ريحه البرفيوم بتاعتك في كل حته. ليه بعشقه لحد دلوقتي البرفيوم ده اللي رش عليه انا فاكراه. ريحته مميزه جدا يعني ما تتنسيش. بس ده مش هي مش مش هيخليه ولايع فيه ان هو يغني لنا او يقلد لنا. لا اكيد. انا عايزه تقليد. انا عايزه تقليد. هيقلد مين؟ طيب قلد نفسك. لا لا اي حد اي حد. قلد مين؟ قلد اسماعيل ياسين. فكره. انتوا كل شويه تقعدوا تحرجوني ليه؟ الكبده كانت حلوه قوي. ماشي ماشي نفدت منها المرات. طب ما تقلدينا. لا صح 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 هاجي لك في برنامجك. هاجي لك في برنامجك واقلد واعمل كل حاجه. هاجي لك في البرنامج واعمل كل الالعاب وكل الحاجات. خلاص طيب هسال سؤال لسامح. لو جه لسام عرض انها تمثل توافق؟ انا ما بعرفش امثل اصلا. لا لا لحظه واحده بس شفت الرد كان ازاي؟ حاسم وقاطع وكالسيف الماضي. لا ليه؟ بص لان لو فرضنا ان وسام موهوبه في التمثيل. بص انا اقول لحضرتك حاجه. لا انا عايز حضرته هو اللي يقول لي. اوكي بعد اذنك يعني. لا ده انا قاعد قدام واحد صعيدي بتحاول تقلد الذكاء وانت عايز تورطه مع زميلته الفنانات. فلا ما احنا قرايب. ما احنا من المنيا سوا. انت من المنيا انا من سوهاج. لسه الخط الجبلي. لا هي المهنه بتاعتنا صعبه. صعبه جدا جدا. انت سامح حسين؟ ايه؟ انت سامح لا هي في المهنه. لا دي بتساعده عشان مراته. موافقانا صعبه. موافقانا
وملهاش مواعيد الشغل بتاعنا. و لا يعني والفرص مش سهله والطموح فيها كبير، فانا افضل ان نقسم يعني انا في الحته دي، وهي البيت ده مهم جدا. اوكي ده رايي يعني. لا وهو شجعني جدا في التاليف، وقف جنبي جدا. أوكي. يعني على فكره هشام قارئه ممتازه ده كل انا لا اشك فيه. لا طب لا. لو 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 جه لو جت فرص ان مريم وفاطمه يمثلوا انا مش هوافق. بتنقذوا يا مع ان انا موافق. انا مستحيل. هو خايف، هو خايف على مراته، مش خايف على البنات؟ لا هي حياه قاسيه جدا يعني. هو طبعا انا مؤمنه ان انا ده اللي انا عشته يعني، دي حياتي، فانا عرفت صعوبتها. اكيد اي مهن تانية فيها صعوبات تانية انا ما اعرفهاش. طب لو لكن اللي انا جربته لا صعب. مريم وفاطمه ربنا يعني يخليهم ويكبرهم وكده، ولقيتوا فيهم موهبه غنى، ليه 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 تقفوا في؟ انا بشجعها في الباليه لاني ما اعرفش يعني. هي فاطمه بنتي حابه الباليه، فانا بشجع، هي خايفه منه شويه بس انا بشجعها ليه؟ لاني ما اعرفش مشاكله. لكن اللي انا عرفته لا شكرا. لا خد بالك، انا في عندي بنات صحباتي مش تقول لهم مثلوا، تقول لهم اشتغلوا ايه شغلانه، يقول لا 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 انا عايزه كده مرتاحه وبعدين اتجوز يجيب لي كل حاجه انا عايزاها ويستتني ويهنيني ويبقى ليه اصحى الصبح الساعه 7 والساعه 5. في ناس بتحب كده، مش كل الناس عندها الدماغ بتاع انا عايزه ابقى حاجه معينه في مهنه معينه بغض النظر نوعها يعني. هو طبعا على فكره احنا اتظلمنا عمرو بجد من الكواليس اللي كانوا بيقعدوا يصوروها وبيعرضوها للناس للجمهور. الجمهور اعتقد ان التمثيل هي دي حياه هو هزار. لا 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 دي مهنه شقه جدا. هو نفس الحكايه برضو يعني شغلتنا احنا في الاعلام، وزي اقول لك طب ما انت بتطلع مثلا ساعتين زمان. لا بس انا هقول لك على حاجه، التمثيل اصعب. انت حيادي انت حيادي، لكن احنا بنحمل على الجهاز العصبي عندنا مشاعر يعني. يعني مثلا ابقى والدتي لسه متوفيه وبعمل مسرحيه ده بتضحك، وده حصل معايا. ده حصل فعلا يعني. اخويا يبقى لسه متوفي كان بيصور كلب دليل الفيلم ازاي فلا يعني مهنه ولازم تقول افيه وتضحك الناس وانت مسؤوليه. اقول لك على حاجه، ولازم تقابل الجمهور، في جمهور قاسي زي ما في جمهور حنين. فالجمهور القاسي لو قابلك وانت مش في المود بيحملك مسؤوليه اكتر. انت ليه خاصه لو انت ممثل كوميدي يا عم اضحك في وشنا يا عم، انا ما مش عايز اضحك دلوقتي. لا قول لنا نكته يعني، قول لنا نكته مش حافظ نو يعني، انت فاهم قصدي؟ لا وغير كده كمان الضغط العصبي ووقت يعني، لا فيها يعني انا اشفق على بنتي انها تعيش بس حاجه صعبه قوي الحقيقه. مش هقف في طموحها بس لازم هوعيها يعني، لازم هعرفها الحكايه ايه وهي هتعرفها اكيد. لكن لو اصرت قوي بقى هي حر، هي اللي اختارت. لا الجمهور ده حقيقي مش عارف كم ساعات التعب، وانه الكواليس هي جد قوي ما فيهاش الهزار والضحك ده. بنعمله عشان بنبقى عارفين ان احنا بنتصور كواليس، فعايزين نبسط الناس. بس الساعات العمل الطويله والشاقه والحفظ الطويل، ولازم تبقى قد اللي انت بتعمله، مجهود نفسي وعصبي طبعًا. مش سهل خالص خالص طبعًا. لاي حد لازم تبقى شغوف انت حياتك الشغلانه دي طبعًا. عشان تشتغلها، والا ما فيش حاجه تستاهل التضحيه الكبيره دي. لا ومن ضمن الحاجات اللي الناس مش بتبقى مقدراها ان ما فيهاش حاجه تستخبى يعني. انت ممكن تعمل دور انت تتفرج على نفسك فيه ما تحبوش، هيفضل موجود بالظبط. وراي الناس حابين ده، هو الناس يعني بيتكلموا او بيقولوا ارائهم على ان الفنان ده عادي يعني يتكلم براحته. احنا اصبحنا كمان جيل السوشيال ميديا. انا قاعد بتفرج على ماتش كوره، ابقى انا جوزيه يا عم نزل ده حط ده علشان ده يجري ويشوط الكوره. على فكره جوزيه مشي على فكره. صح. انا عندي طلب لكم مع بعض. انا عايزاكم تغنوا حاجه مع بعض، ده مخصوص لسيره الحبال. اي حاجه اي حاجه. انا هغني فرير. فرير انا هغني الفرير. هتغني معايا؟ ماشي لو مع بعض. قولي كده وانا هقوم داخل في الكلام مبوظ الكلام. اوكي بس مش هذه ليلتي. حاضر. لا لا مش هذه. هذه ايه هذه ليلتي معاك؟ عقده ما تطلب منه حاجه
حاجه صعبه قوي. اصل انت مش فاهمه. مش ده انا اللي قلتها. هو ما قاليش يا عيني. ما اختارلكش الاغنيه. قلت له اسمعك ليه الاختيار ده؟ ليه؟ في رأي عام بقى. قلت له بس كفايه مش عايز. ندمني. نغني؟ نغني. ده التتر بتاع الكابتن عزوز. فريره طياره فوق. فريره طياره واصله تحت. الكابتن عزوز بيسوق. يا كابتن حاسب من الفحم. بمناسبة كابتن عزوز الكرتون يعني مجال تاني من مجالات عشقك. طبعا طبعا. ليه بقى؟ اشتغلت كرتون كتير وحاسس احساس داخلي انها مهنة مهمة جدا كصناعة ومش متاخد فرص ليها حقيقيه في العالم العربي يعني بصراحه. يعني انت بتشوف بره في اوروبا او في امريكا شركات للكرتون، في افلام بتعمل انكم للبلاد بتاعتهم بارقام مهوله بسبب الصناعه بتاعت الكرتون. فاحنا عندنا شويه مهملين دي بالتبعيه لاننا مهملين الطفل شويه. بس الغريب في ده ان ازاي نبقى مهتمين بالسينما ومش مهتمين بصناعه الكرتون؟ لان السينما بقت دلوقتي الجرافيكس بتخش فيها بشكل كبير، فهو كمان مش مقصره بس على الطفل، مقصره صناعة. كمان على السينما. يعني لما نيجي نعمل فيلم سينما طب عايزين بقى جرافيك حلو، فنقوم مصفرين السيكونس بتاع المشهد ده او الحته دي يتعمل بره. وبره عادي يعني بيتعمل في ماليزيا او في الهند. طب ما احنا نعمله ده. ليه نشتري من ديزني حاجات بطعمهم؟ طب ما احنا نشتري من عندهم طبعا عشان نتعلم منهم ونعمل اللي بطعمنا احنا هنا. بس احنا عندنا كليه بتخرج كل سنه ناس ده شغلهم ومعهد سينما. شايفين وصلنا للتطور التقني، خلينا نعمل يعني حاجات شبه اللي بيعملوها مثلا الكوريين او الامريكان. انا التطور موجود في لحظه، يعني اديني فلوس وقولي لي اعمل البروجكت ده، انا في لحظه هشتري التقنيات دي. لان احنا عندنا مواهب هم بيطلعوا بره يعملوا ده. صحيح. طب لا هاتهم من بره يقعدوا هنا يشتغلوا. بس بسم الله ما شاء الله، يعني حد دو جرسون ونجار وكوميديا وتراجيدي ومسرح وكرتون. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، متعدد المواهب. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك كمان وكمان. مشروع برضه كاتب وسيناريست. نسي حاجه مهمه. مطرب. لا 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 ارجوك يا سامع ارجوك. لا، وسام برضو كاتبة وذكية جدا ومساندة ليه في مشواره. ربنا يخليك عن بعض. ربنا يخليك. عايز اقول انا اسف ان الفيلم اللي كتبته وسام دي عن تجارب احنا عشناها مع بعض حقيقية في مصر، في اماكن حقيقية صورناها، كان حلم بالنسبة لي. مصر حلوة قوي وما بتطلعش بالشكل ده كتير في الافلام. فانا كنت كل ما اروح مكان جديد في مصر احنا ما بنشوفش ده ليه في السينما. صحيح. تحس ان مصر قعدت فتره طويله كده هي حارة. السينما كلها في الحاره، في حين ان مصر احنا ما عملناش كروما وما فيش الكلام ده. احنا كاميرا وده حقيقي. والصوره بتاعت الفيلم كانت مبهره. جميل. ودي الحقيقه. فقلنا ساعتها ان دي من ضمن احلامنا، ان احنا امتى يجي اليوم اللي نعمل ده في السينما. فابتدت تكتب ده وربنا رزقنا ان احنا ان شاء الله تكتبوا حاجات تانية باذن الله في المستقبل. نورتونا ويعني سعدنا جدا بالامسيه الجميله دي في سيره الحبايب. كل سنه وانتم طيبين. حبيب طيب. وان شاء الله دايما مع بعض ودايما سعداء ودايما ضمن قائمه سيره الحبايب. تصبحوا على خير، وبكره معانا نجم جديد في سيره الحبايب. استنونا. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.